التدريبات التي يمكن أن يذهب إليها أن يذهب فيها السودان نحو الانزلاق والفوضى؟ حقيقة ما حدث في مظاهرات 13 يناير تطور خطير جدا من الناحية الأمنية ومن الناحية السياسية. من الناحية الأمنية يعني لأول مرة في تاريخ السودان يدخل الجيش كطرف في فض المظاهرات السلمية التي يقوم بها المواطنين احتياجا على سياسات حكومية أو احتياجا على نظام سياسي في السودان. هذا لم يحدث على الإطلاق لا في فترة النظام عبود ولا في فترة النظام نميري، ولم يحدث إلا في هذه الفترة أن تدخل القوات المسلحة بكافة بعتاد ليس حتى مخولا يعني وفق القوانين العسكرية استخدامه ضد البشر كالدوشكاس وإلى آخره. فهذا تطور من الناحية الأمنية خطير جدا. من الناحية السياسية أيضا تطور خطير لأنه يباعد حقيقة شقة الصغة التي ظلت تتجذر يوما بعد الآخر ما بين الشعب وما بين القوات المسلحة. حقيقة هذا يعني مسمار في نحت هذه الثقة تم استخدامه لأغراض سياسية للأسف الشديد، ولحماية يعني مجموعة محددة من القوات المسلحة أو قادة القوات المسلحة، خلينا نسمي الأسماء بمسمياتها. فهذا الـ هذا الـ هذا الـ الـ يتبع هذا الـ هذا الـ التطور من الناحية السياسية أيضا استخدام ضباط القوات المسلحة وفق إعلام القوات المسلحة نفسها في تبني خطاب سياسي صارخ جدا واضح جدا، يعني بالقدر الذي يجعل القوات المسلحة يعني خاضعة لتسييس يفارق قانونها ويفارق طبيعتها ويفارق مهامها ومسؤولياتها باعتبارها قوات يجب أن تكون قوات قومية تحمي البلد ولا تعبر عن أي اتجاه سياسي. نعم. فحقيقة ما يحدث يعني كأنما يريد قادة الجيش أن يجعلوا القوات المسلحة حزب سياسي في مواجهة أطراف الصراع السياسي وأطراف القوى السياسية التي تتصارع الآن على المحيط السياسي.